بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله متابعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج يسألونك، هذا البرنامج الإفتائي الذي يعني باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه كبير علماء المجمع الفقهي. حياكم الله شيخنا الكريم. حياكم، مرحبا، أهلا شيخنا الفاضل. الذي يعني يتطلع أو يعني يستمع إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالصوم وربما مما ينقص أجر الصوم، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وفي حديث آخر: رب صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش. يعني من خلال هذا الأحاديث نريد من جنابك الكريم تسليط الضوء على كيف يحافظ المسلم على صيامه من نقصان الأجر أو ربما حتى من الإبطال. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون والمشاهدون الكرام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وآل كل وصحب كل وسائر عباد الله الصالحين. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى حين وعد الصائم بأنه يحصل له بامتثال أمر الله في الصوم تحصل له صفة التقوى، وإذا حصلت التقوى عنده فهو من المفلحين، لأن الله جل وعلا جعل في قمة الأمان هم أهل التقوى، لهم الأمن يوم القيامة. فلذلك في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني ليحصل لكم صفة التقوى. وقالوا لعل إذا ذكرها الله تعالى فهي ليست الرجاء، إنما المقطوع بالأمل والعمل، وأن الله جل وعلا يوفي بوعده. لكن شريطة أن يكون هذا الصائم يحافظ على صومه. فالرسول عليه الصلاة والسلام شبه الصوم بالمظلة، فقال: الصوم جنة. والجنة يعني الدرع أو الوقاية أو الدرقة أو الخيمة. هذه الخيمة تخرقها المعاصي ويخرقها الكمال كلام البذيء، بل حتى الصياح بدون مبرر. قال: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن سابه امرؤ أو شاتمه فليقل إني صائم. كلمة يفسق يعني يتكلم كلام محرم، والكلام المحرم هو فسوق وخروج عن طاعة الله. فإذا تنخرق هذه الخيمة اللي هو الصوم جنة، ينخرق ويذهب مفعوله ويصبح عادي. وهو كما جاء في الحديث الذي تفضلتم بذكره في الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لأن هو الصوم باللغة الإمساك ومقاطعة الأكل من الناحية الشرعية والمفطرات الأخرى. الأكل والشرب والمفطرات الأخرى في غير رمضان هي حلال بل مطلوبة. فالذي عنده قابلية أن يمسك ويترك هذه الحلال واللي هي ضرورية فهو من باب أولى، أقدر على أن يترك الإثم والغيبة والانتقاص والنميمة وما إلى ذلك وأكل الحرام. فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه، يعني هو صومه فقط ترك الأكل والشرب، وأما تعاطيه لهذه المنكرات يغيب أو يرضى بالغيبة. يعني أحيانا يقول لك أنا ما دا أغيب، أنت قاعدك وياهم، المفروض مجرد أن يخوضون يقول دقيقة لهنا أنا يعني سعيد بمجالستكم، لكن شريط أن تكون مأمونة العاقبة. أما وقد خرجتم عن الموضوع تكلمتم أشياء والناس اللي تحدثتم عنهم انتقادهم أنا أجالسهم، فمن صدق الأخوة أن أدافع عنهم. وإذا كان قالوا اللي يتكلم هو صحيح، قال إذا صحيح
انت اغتبتوه، واذا كان باطل مو صحيح بهتوا عليه. فاني ما ادري اخرب علاقاتي ويا كل الناس، بل ولا علاقاتي مع الله، لان الله جل وعلا نهانا ان نخوض مع الخائضين او نقر الخائضين في الباطل ونبقى جالسين معهم. قال اعرض عنهم في الحديث في الآية الكريمة، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، يعني انطي صفحة واطلع حتى يخوضوا في حديث غيره. أنا ما أريد أقاطعهم، يغيرون الموجة حلت البركة ونقعد. ولا كثير من المفاسد تصير نتيجة الكلام وسكوت الآخرين، وهذا يزعل عليه، قال يعني أنت صديق وكذا وتعتبرني مثل نفسك، زين انتقدت أنا وبالباطل انتظر ساكت. فإذا هذا راح يصير إفساد للعلاقات بين الناس. ودائما أصحاب المجالس، يعني قبل يسموه مجلس أو ديوان أو ربعة عند العرب أو المضيف، هذا المضيف هو في الحقيقة مدرسة. سابقا لا توجد دراسات يعني أكاديمية إلا نادر. فهذا الديوان أو المجلس أو المضيف هو مدرسة، فصاحب الدار يعني يحذر أن يكون مجلسة أو مكانة مأوى للفاسدين أو لمن يأخذ المجلس طول عرض بكلام لا فائدة فيه. يقول على كيفك أخي، هذا مجلس مو لك خاص، أنت إذا تكلمت ما ينفع الناس ولا يوجد من يسد مسدك حياك الله، شريطة أن لا تميل يمنى ويسرى، لأن هذا كلامك مردود علي. لأن صاحب الديوان يجب أن يكون رقيب، وهذا في الحقيقة فيه تأديب، يعني تنشئة الأجيال وترديبها في مثل هذه الأشياء. والإنسان الذي يجلس بالديوان ويلتزم هو مو ذليل، يقول لك هذا اللي يريده يصير والمريده ما يخليكم تحكم، لا مو ما يخالف، هذا إنما هو رقابة مؤدبة وحماية للعلاقات. لأن هذا إذا ساءت سمعته وأن اللي يجودون يقعدون يتناولون أعراض الناس وصفاتهم بالباطل، معناته هو مو آدمي. طبعا شيخنا الكريم ما ذكرتم يعني ربما ينطبق مع ما تمثله الشاعر بقوله، يقول إذا لم يكن في السمع مني تصامم وفي بصري غض وفي منطقي صمت، فحظي من الصوم هو الجوع والصدى، وإن قلت يوما أني صمت فما صمت. إذا كيف يحافظ المسلم هو على الصوم؟ صح، إمساك عن الأكل والشرب وبقية المفطرات وما لا يليق بالصائم، فالمفروض الصيام هنا، يعني يصوم فلا يرى إلا ما يؤذن به الله، ولا يسمع إلا ما يأذن به الله، ولا يتكلم إلا فيما يأذن به الله، ولا يمشي إلا فيما يأذن به الله، ولا يكتب إلا ما يأذن به الله. إذن هذا راح يصير أقرب إلى الملك. ولهذا تلاحظ يعني كثير من الناس صائم لكنه ماسك الموبايل وقاعد جوا البطانية أو ممدد وينظر مناظر لا تطاق وهو صائم. أنت ايش تسوي يا أخي؟ بصرك ما صام، أذنك ما صامت عن الأنغام المحرمة والكلمات. فلهذا ينبغي ملاحظة هذا للصائم حتى يكون صومه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من صام يوما في سبيل الله باعد الله بهذا اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. نعم، إذا لا ينبغي أن يكون يوم صومه ويوم فطره هو شيء واحد، ولا لا يا لابد أن يكون الصيام له سيمة خاصة ورونق خاص وجدول خاص. جزاكم الله خير شيخنا الكريم. نأخذ أول اتصال في حلقة اليوم، الأخ أبو قمر من الديالة، تفضل أخي أبو قمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك إن شاء الله، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. علينا وعليكم يا رب، الله يبارك فيك. ممكن أكلم شيخ اتصال عندي بعد زحمة؟ تفضل أخي الكريم. عندي زوجتي صايمة فبتاخذ حاليا حب في سبيل حتى لا تفطر، هذا عفوا يعني مال مانع الدوره او كذا؟ اي بالضبط، حتى لا تنزل الدوره عليه. طيب تسمع الاجابه ان شاء الله. عندك سؤال اخر؟ جزاك الله على خير وبارك الله فيك. حياك. ننتقل الى الاخ ابو سعد من اربيل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن عندي سؤال؟ ممكن، تفضل اخي الكريم. اثناء صلاه التراويح، يعني بعد صلاه التراويح، الإمام يسمي وتر، فأنا أريد أجيب الوتر، يجوز يعني أنا أكمل الركعة الثانية؟ طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. والسؤال الثاني، هل يوجد دعاء يعني أثناء المغاسلة ودخول المرافق أجركم الله؟
نعم. شكرا جزاك الله. حياك الله الله يبارك فيك ان شاء الله تسمع. ناخذ اتصال اخت بيداء من بغداد. اي نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عفوا انا اريد اسال الشيخ، انا اشتغل بمجال البحوث والرسائل، واكتب يعني بحوث ورسائل لطلاب الجامعات. فانا ما عندي وظيفه، يعني هذا شغلي صار له تقريبا، انا سويت واشتغل اكتب لهم مثلا بحوث طلاب البكالوريوس وجماعه الماجستير الدراسات العليا، اكتب لهم رسائل خطط هاي الشغلات. فاريد اسال هل هذا حرام ام حلال الشغل؟ زين اختي، انت يعني تساعديهم لو تكتبيهم كل شيء؟ والله ايش اثنيناتهم، يعني اساعدهم مرات ومرات لا، بس تدقيق ومرات اكتب لهم. طيب ان شاء الله تسمعين توجيه الشيخ في هذا المجال. طيب عندنا اتصال اخر، عيسى من ديالة، تفضل اخي عيسى. السلام عليكم ورحمه الله كريم. امين بارك الله فيك، حياك الله والسلام. ان شاء الله الصيام مقبول. اجمعين تفضل. بس سؤال للشيخ اذا ماكو زحمه. تفضل. أنا عندي والدتي مريضة بمرض السرطان، حاليا مقعدة واعي. نعم. تجب عليها كفارة الإفطار لأن هي ما صايمة. طيب هاي السؤال الأول. والسؤال الثاني، هي العام همين ما صامت، فأدفع لها السنة لأن قلت. طيب هو أنت الطبيب منعها من الصوم؟ وشقد ندفع يعني؟ طيب تسمع الإجابة، لكن أسألك، الطبيب هو اللي منعها من الصوم؟ العام إيه منعها من الصوم. وهاي السنة؟ لا ما يعني حالة ما تقدر. طيب طيب إن شاء الله تسمع الإجابة. نأخذ اتصال آخر من أخت فاطمة من ميسان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخويا بلا الزحمة عليك، ممكن أشوي الشيخ؟ تفضلي. شلونك شيخنا؟ مرحبا اهلا شيخنا. انا مريضه مرض يعني حسب التقرير الطبي يعني عاجزه كليا، مرض ان شاء الله العافيه للجميع، مرض سرطان خبيث عافاكم الله. واسست الاطباء من عندي، فحاليا انا صايمه مو فاطره وراسي يوجعني، كل شيء يوجعني، لان عندي عمليه قبل 11 يوم براسي بالجمجمه مال راسي، وما اقدر افطر. شيخنا هو صحيح هذا يعني مو جاعز لصيامي، بس الله يكون بعون شخصي الكريم ويشافي ويشافيك يا رب. طيب عندنا اتصال من الانبار، ادم هاجر عفوا من الانبار، تفضل يا اخت هاجر. السلام عليكم اخي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عفوا اخي، بس انا قبل رمضان تقريبا ب 12 يوم سويت عمليه وجبت. نعم. والحمد لله شفت سنة رمضان، بس مرات يعني ينزل اشياء بقى مش يعني شغلات مثل جوزي هيك ابيض واسبح، يعني عادي اصوم بالنهار. عفوا يعني انت كملتي مده النفاس؟ لا لا لا. زين تطهرتي قبل هذه المده؟ يعني مضى 40 يوم؟ لا ما مضى لحد يعني هسه استنى عمر 25 يوم. 25 يوم، وشفتي انه اكو يعني ماكو شيء عندك؟ بالنهار اي بالنهار ماكو شيء، يعني قبل غير يجي رمضان انا تنفضت الحمد لله ما في اي شيء، بس بالنهار ما عندي اي شيء، بس بالليل مرات يعني مو دائما الشيء الشيء جوزية تنزل يعني. طيب تسمعين الاجابه ان شاء الله. ناخذ اتصال الاخ عبد الكريم بغداد. تفضل اخي عبد الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. وانتم بخير حياك الله ان شاء الله. بالنسبه احنا استاذ العزيز، احنا بالنسبه نريد مناشده. تفضل، احنا برنامج الافتاء مو مناشدات، بارك الله فيك. يعني عن طريقكم انتم مثلا. تفضل. اي انا بالنسبه لي عندي زوجتي مريضه، انا ذاك المرض ومقعده بالبيت. وانا صايم زين، وهاي صار لنا حوالي شهرين ثلاثه لا شغل ولا عمل قاعدين، الله وكيلك. ومريضه يعني قد مرض وعلاج جرد لها. وانا لا رعايه ولا تقاعد. طيب اخي الكريم، يعني يا ريت تراجع المسجد القريب عليك، لعل الله سبحانه وتعالى ييسر لهم مساعدتك، بارك الله فيك. يعني ما اقدر اجي عليكم مثلا لابو حنيفه؟ يعني والله هذا امر ليس يعني لي، لكن
تعال ان شاء الله اطرق الباب لعل الله ييسر ان شاء الله. اجيكم ان شاء الله امر عليكم ورا صلاه العشاء مثلا. الله ييسر الامور، بارك الله بك اخي الكريم. ناخذ اتصال الاخ معتز، ابو معتز من بغداد. تفضل اخي ابو معتز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رمضان مبارك ان شاء الله علينا وعليكم يا رب. حياك الله. الايه 101 سوره النساء. نعم. واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. نعم. هسه احنا في دوله مسلمه كلها امان ما فيها كفار، هل نقصر بالصلاه؟ طيب تسمع الاجابه ان شاء الله. وهيئه الصلاه بالايه اللي بعده واذا كنت فيهم. نعم. الهيئه شلون؟ صلاه الخوف. شلون يصير بالضبط؟ طيب طيب ان شاء الله. ابو احمد من بغداد تفضل اخي الكريم. ابو احمد. تفضل اخي ابو احمد. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. تحيه لك اخي الكريم وفضيله الشيخ العلامه احمد حسين طه. الله بحيك. الله يبارك فيك. الله يحفظك. عندي سؤال اذا ممكن. تفضل. علي اكو خلاف بين امي وزوجتي، الخلاف متكرر يعني حاله حال باقي البيوتات. بالفتره الاخيره الوالده يعني امراه كبيره في السن وتحتاج الى رعايه خاصه. فزوجتي يعني ما تعيش ويانا بنفس البيت، اصرت انه تخرج، قالت اما اني او امك. فالوالده تحتاج الى رعايه واني يعني قائمه برعايتها. الان هي خرجت وما تقبل تعود. وما عندي امكانيه يعني اني افتح بيت اخر حتى يكون الام واحد والزوجه واحد. فايهما اولى يعني بالرعايه اذا كنت يعني بين امرين، اما هذا الامر واما هذا الامر. طيب سؤال، عندك يعني اخوه اخرين ممكن ايضا يعينوك بهذا المساله دارات يعني الوالده؟ يعني عندي 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 اخ اخر، لكن الوالده تقول اني ما ارتاح الا اكون يمك، الا تكون يعني هي ما محتاجه ماده، يعني هي عندها راتب لكن تحتاج الرعايه، تحتاج يعني تقول اني يمك فقط ارتاح، اما يم اخوي الثاني يعني ما ترتاح لعده اسباب، لكن هو هذا الاهم. الزوجه الان تقول اني انت تركتني وانت ظالم، اقول لها ارجعي، تقول اني ما ارجع، يعني ويا امك ما اقدر اعيش يعني مشاكل. المشاكل خلصت. طيب هي استاجرت؟ نعم. هي تيجي تاجر. نعم. يعني راح تحاول تتداين وتاجر، واني ما اريد هذا الامر يصير، اقول لها ارجعي ما قاعد تقبل ترجع. وامي يعني ارتاحت هنا بهذا البيت، تقول انا ما اقدر. طيب طيب يعني. وضح السؤال ان شاء الله تسمع الاجابه باذن الله. شكرا جزيلا. حياك الله. مع اتصال الاخ ابو قاسم من بغداد، تفضل اخي ابو قاسم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام للشيخ وحضرتك. سؤالي حكم التعامل مع المصارف الاسلاميه اللي موجوده حاليا في العراق فيما يخص الارباح اللي يعطوها يعني السنويه او الفصليه او. طيب. اسمع الاجابه ان شاء الله، حياك الله اخي الكريم. طيب نبدأ بالإجابة على بركة الله شيخنا الكريم. نعم. الأخ أبو قمر من الديالة يقول أنه زوجته صائمة لكنها قد يعني تناولت حبوب لمنع نزول الدورة، فيقول يعني هل هذا الفعل صحيح؟ ينبغي في مثل هذه الأشياء أنه يسأل الطبيب، فإذا قال لا ضرر فيها لا مانع من تعاطيها، وإذا كان يعني الطبيب يعني حاذق قد يكون ينصح بعدم تناول هذه الحبوب لأنه راح تخرب الوضع والنظام يختلف. قبل كانت 5-6 أيام وتنقطع، ربما إذا ارتبك الوضع تلاعب البشر في جهاز الإنسان في جهاز نفسه ربما تصير مستديمة الحالة، فلذلك فيها ضرر وفيها هدر دم بدون مبرر. فسؤال الطبيب أو الطبيبة أولى من هذا، وما من ناحية شرعية إذا لا يحدث ضررا يجوز. نعم. وحرصها على الصوم الله أحكم منها وأرحم منها وفضله واسع، فخلي الأمور تكون طبيعية هكذا، فإن الله جل وعلا يعلم ما خلقه ومن خلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
إذا غالبا يعني فيها ضرر حسب يعني قول الأطباء. الشاهد إذا فيها ضرر الأولى تركها. نعم. ولا أحد لا يبقى يقول لك أنا حريصا أصوم ويا الناس وكذا كذا، أنت أجرش ما ناقص وتقضيها فيما بعد بأجر كامل. نعم. وأقبلي عطية الله سبحانه وتعالى أولى من أن التلاعب في خلق الله، التلاعب في أجهزة لا يعلم أسرارها إلا الذي خلقها. التلاعب في الأجهزة وفي الأدوية والعقاقير الكيميائية هذه معظمها غير مأمون الجانب. نعم. جزاكم الله خير. سؤال الطبيب قبل سؤال الفقيه. نعم. جزاكم الله خير شيخنا الكريم. الأخ أبو سعد بن أربيل يسأل ويقول أنه أثناء صلاة التراويح وصلاة الوتر يقول أنا أريد أن أؤخر الوتر، فعندما يصلي الإمام 3 ركعات في الوتر يقول أنا أنهض وأقوم أصلي أضيف لها رابعة حتى يكون شفع، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا مانع فيه، وبإمكانه أنه آخر ركعتين يخلصها الإمام من التراويح ويريد صلاة الوتر هو ينسحب. نعم. ينسحب ويبقى ينظر إلى المصلين من يسجدون يدعونهم بالقبول ويشكر الله اللي وفق لهذا. ربما يعني خاف يعني لا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع إمامه حتى ينصرف. على أي حال هذا إذا ما معلل، أما إذا عنده علة وهو أنه النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن الذي لا يثق بنفسه بأنه يجلس قبل الفجر الأولى أن يوتر مع الإمام، والذي يثق في الغالب يجلس قبل الفجر الأفضل تأخير الوتر إلى قبيل الفجر. نعم. فهذا ما يعتبر خارج عن القاعدة أو معرض عن الإمام أو شذ عن الجماعة. نعم. لا. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. السؤال الثاني يسأل عن يقول فيه هل ورد ذكر معين أو دعاء معين عند دخول المرافق أجلكم الله؟ نعم وارد عند الباب، لا بعد الدخول لا يتكلم بشيء، ولكنه عند الباب يقول بسم الله اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخوائث، ثم يقدم رجل اليسرى وثم اليمنى ويسد الباب ويروح. نعم. إذن الدعاء بسم الله اللهم بسم الله اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا قبل لا يدخل. أي هذا قبل عتبة المرفق. نعم. جزاكم الله خير شيخنا الكريم. الأخت بيداء من بغداد تسأل وتقول أنه عملها، تقول أنا لست معينة ولست موظفة، لكن أنا أكتب بحوث ورسائل للطلبة سواء بكالوريوس أو دراسات عليا، تكتب لهم بحوث ورسائل. تقول يعني أنا طبعا سألتها قلت لها أنت تكتبيهم كامل لو تساعديهم؟ قالت مرة هيك مرة هيك، يعني مرات تكتب لهم كامل مرات يعني تساعدهم فقط، فحكم عملها هذا؟ والله لا يجوز التسبب في دفع القاصر أو العاجز أو اللي ذكاء مو جيد إلى مقدمة الصفوف ده حتى يتعين، وهو الكتاب مو كتابة ولا التصنيف مو تصنيفة، وهذا ما يجوز. نعم. يعني الآن مجتمعات لما تبدأ تتنهار تدهور تبدأ بهذا، يساعد هو راح يصير أستاذ مفكر، أما يكتبوا له هذا مو أستاذ، هذا ملقن. نعم. ملقن ملقن. الدراسة الجامعية هي دراسة واسعة يفهم الفكرة وهو يصوغها مو تلقين. ربما شيخ إذا مساعدة يسيرة كذا يعني ممكن. على كل حال المساعدة والنصيحة لكنه لا يتبناهم هذا بحيث لو يسحبين ما صحيح هذا. جزاك الله خير. الإشراف إشراف الأستاذ أيضا جدا فيه خطورة، يعني الأستاذ المشرف كل طالب لما يقبل في الدراسات العليا يعينونه مشرف، فالمشرف دور أمانة، يعني يوضح له الخطوط العامة يوضح له كذا كذا وقوم يكتب، فمن قوم يكتب الطالب أو الطالبة ويرى قال هذا بهالشكل، هذا يكون رأس السطر، هنا تخلي فارزة، هنا تخلي علامة استفهام، هنا تخلي علامة تعجب، هذا كلام شيل هذا برز منا، هنا اكتب مصدر، يعني هذا الكلام إذا واحد سألك هذا من بنات أفكارك، إذا من بنات أفكارك نعمة، وإذا ناقلة انقل عمن تنقل، يجب أن تقول بالهامش، تقول يعني بشكل إجمالي يقول ينظر، وإذا جايب نصا ذاك الوقت أكو علامة على مقوس هذا نص، هاي الأمانة هكذا. فالمشرف هو مربي وموجه، لكن مو المشرف يكتب له. نعم. يعني أحيانا الصياغة مو صياغة الطالب. نعم. جزاكم الله خير شيخنا الكريم.
الأخ عيسى من الديالة يقول أن والدته مريضة مصابة بمرض سرطان عافاكم الله، يقول وهي مقعدة، هل تجب عليها كفارة اليمين علما أنها لم تصم في العام الماضي؟ كفارة يمين لأنها مقعدة. أي كفارة يمين لو فدية الصيام؟ كفارة، كفارة الصيام مو كفارة، هاي يسموها فدية. فدية الصيام كفارة نتيجة خطأ ارتكبه على حسب كفارة. يعني هو سؤال عفوا شيخنا كلمين. المهم هو نحن نقول لهم ما يقال لها كفارة، يقال لها فدية. الفدية بالنسبة للعاجز الذي يطوق كالجبل عليه وما يقدر ويقوم يلقف من العصر، فمثل هذا يجوز أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. نعم. شبيش كم يقول كم الفدية يعني؟ الفدية إطعام مسكين. نعم. يعني هو هذا شيء يأكل يوميا، إذا وجبتين بسيطة إيش قد إذا أكل يودي الجيران أكو فقراء يودي لهم، وإذا قيمة هذا الأكل هو يعرف القيمة. لا يدخلنا إحنا بالخط على مسألة القيمة وقول لك عبالة كلامنا وحي. الآن يعني كثير من الناس يعني أسئلتهم مملة وما بها ذوق أيضا، سنويا يتتكرر نفس الأسئلة، كم هي صدقة الفطر يا أخي؟ مو كل سنة يقولوا لكم هو صاع، والصاع يقدر بكيلو وين ونص من غالب ما تأكلون. تجي تقول ايش قد بالفلوس؟ انا مو بقال، الصاع هو كيلو وين ونص والسوق يمك، اسال فبيش الكيلو وين ونص تنطع بمثل ما تاكل بمثل او تشتري نفس الماده، لان الافضل هو ان تنطي الماده، يعني الغذاء اللي انت تاكله طعام، حنطه، شعير، تمن، بسمتي، عنبر، تمر، زبيب، كل هذا يجوز. فلا تعال قول باللف بالفلس الواحد، انا ما اقول بالفلس الواحد، لان هناك عقول من الناس اذا قلت له هل قد رقم دينار، وسمع فد واحد اخر شيخ مؤفل ايضا قال لهم هل قد دينار 1500، الاخر شيخ الاخر مسكين قال 2000، يتصورون هذول الشيوخ يتكلمون بسم الله، مو بنابع عن الله، كلامه مو شرعي، كلامه فقه استنتاج. فلذلك ينبغي أن نصون أنفسنا ونصون الجواب عن لما ينسب إلى الدين، لا نخلي عوام الناس قال هاي دين يا شيخ، هذا الكفار الفدية مالته يقول 1000 يكفي، ذاك يقول 1500، الآخر قال 3000، واحد قال 5000، في آن واحد أكو 4-5 أنواع أرقام. هذا ضعيف العقلية، والناس اللي يتربصون بالدين ينتقدون، قال لك دين إيش هذا صار، كل واحد يقول شيء. فما يصير إحنا نقول الصاع كيلو وين ونص مما تأكل أنطي، وإذا كان الفقير بحاجة للنقد أولى من الطعام أنطي قيمة الصاع. تيجي تسألني القيمة بالسوق، والسوق يختلف دكان عن دكان، دكان في منطقة يبيع الكيلو بألف، وفي آخر المنطقة واحد يبيع بالعربانة ب500، أنت تيجي أقول لك على أبو الدكان الراقي لو على أبو العربانة يبيع ب500، لذا تدخلني في هالأشياء. نعم، بالإضافة لأنه يختلف شخص أكل الشخص من واحد إلى آخر، أكو واحد يأكل تم الحصة مثلا أكون. فلذلك شاهدنا هو لا يحسبها غرامة، هي ليست ضريبة، هي مال الله جل وعلا جعل بيدك ابتلاء، فأحسن التصرف، ادخرها لنفسك يوم تلقى الله سبحانه وتعالى. هي ليست ضريبة، ليست خسارة، ليست مفخرة أنه فلان يكتفي بألف وفلان يقول بخمسة آلاف، قال لا هذا أرخص، هي مو دعاية. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. الأخت فاطمة من ميسان تقول أنها مريضة بمرض السرطان عافاها الله وعافاكم شيخنا الكريم، نسأل الله العفو والعافية. تقول أنا صايمة، يقول يعني ما أستطيع أن أفطر، يقول لكن يصير عندي دوخة بسبب أنه عملية صار عندي برأسي وكذا، عندي فقط صداع، تقول ما يعني ما يجي من يمي أنه أفطر. على أي حال نسأل الله تعالى لنا ولها إنارة القلوب. آمين. ولطف الله جل وعلا الخفي، فإن الله لطيف بعباده، وهي من أهل الخير، لأن الله جل وعلا لا يبتلي إلا من يحبه، وإن المريض تتحات عنه ذنوبه كما يتحات ورق الشجر في الشتاء، فهي تلقى الله جل وعلا يعني كيوم ولدته وها أمها. وليس كل ما يقال عنا أنه مرض أو سرطان أنه قاتل، الموت لا يأتي إلا بإذن الله، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وكم من مصاب بالسرطان
عاش وصار له 15 سنة ووضع زين وماشي، هو لابد من الموت بالتالي. لكن شاهدنا أن السرطان قد يكون من أسباب تعجيل الوفاة ولكن ليس بلازم، مو دائما. نعم. فكم من مريض من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حيا من الدهر. سبحان الله، جزاكم فهي الله على خير واهتمامها بهذه الناحية. وإذا الطبيب أشار لها بالإفطار خل تفطر، هي لا تتصور أن رضا الله جل وعلا وثوابه يكون بالصوم دائما. الله إذا كان ضرر الله رحمته بالعباد أشد وأشد وأشد من رحمة الأم التي ليس لها إلا وحيدها، رحمتها بي وخوفها عليه. الله جل وعلا رحمته بالعباد أشد من رحمة الوالد على ولدها. فتأخذ بالرخصة الشرعية وتشرب وتأكل وهي لا تدري أنه كلامهم يطبق أو ما يطبق. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. الأخت هاجر من الأنبار تقول أنها ولدت قبل رمضان ومر على يعني ولادتها 25 يوم، فيعني يقول أنه موضوع النفاس. نعم. لا يحدد بوقت. نعم. يعني يذهب بعض العلماء بالتقصي والتحري أن بعض النفاس لحظات وما كل شيء، ولم يعني يعرف عن سيدتنا فاطمة رضي الله تعالى عنها وعليه السلام أنها كانت إذا ولدت وجاء وقت الصلاة كل شيء ما عدها، تغتسل وصلي، ولهذا تسمى الزهراء تسمى البتول. فلذلك يقولون أدنى النفاس لحظة، 60 أقصاه والغالب 40، لكن أقصى أقل قد يكون ماكو شيء، قد يأتي الطفل بحالة من الحالات وبلطف إلهي ويخرج ينزلق انزلاق مع الماء مع شيء ولا يوجد دم، هذا تيسير الله جل وعلا. نعم. إذن هي شيخنا الكريم تقول متى ما انقطع الدم تغتسل وتصلي. هي تقول انقطع الدم، لكن أحيانا في الليل وليس في النهار في رمضان هناك بعض القطرات بلون جوزي، تقول يعني لا هو قال وما تراه المرأة من الصفرة والكدرة، هو كل هذا يعتبر تابع حيض أو نفاس. نعم. ينبغي أن لا تستعجل وتغتسل وتصلي إلا أن ترى القصة بيضاء، يعني نعم. ماكو شيء. نعم. وتنتظر في 6-7 ساعات حتى تعرف. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. الأخ عبد الكريم من بغداد أيضا نفس سؤال الأخت، يقول زوجته مريضة ويعني تريد أن تصوم، تسأل عن كفارة اليمين. الشيخ حضرتك أجبت عن هذا السؤال. الأخ أبو معتز من بغداد يسأل عن الآية في قوله تعالى في 101 في سورة النساء، يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. يسأل يقول الآن إحنا ما عندنا يعني حرب ولا سأل نفس السؤال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله، قال إن خفتم الآن وضعنا أمانك، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال تلك صدقة تصدقها الله عليكم فاقبلوا صدقته، يعني حتى لو ماكو خوف إذا سافرت مباح لك أن تقصر من الصلاة، بل الأفضل أن تقصر من الصلاة إذا كانت المسافة يعني مقبولة، يعني مسيرة يومين أي يعني معناتها لا أقل من 80 كيلو، أي 80 كيلو يجوز أن يقصر والأفضل أن يقصر. نعم. ويجوز أن يفطر وهو صائم، وإذا كان لا يؤذيه السفر ولا يشق عليه الأفضل أن يبقى صائم، وإذا فيه أي أذى أو صعوبة لا الأفضل أن يفطر. نعم، جزاكم الله خيرا. ناخذ اتصال الاخ هيثم من دياله. تفضل اخ هيثم. عليكم السلام ورحمه الله. عيوني الشيخ، بس بدي اسال سؤال للشيخ. تفضل. عيني عمود زكاه الفطر. نعم. اي البارحه احنا محافظه دياله قالوا 6000 دينار زكاه الفطر، والما صايم بعد ما ادري والله قد الصيام. أنت كنت ويانا في بداية الحلقة الشيخ أشار إلى هذه المسألة أخي الكريم. والله كنت متأخر وهسه الحد جاي قالت يدق عليهم. الشيخ ذكر قال مقدار 1.5 كيلو من غالب قوت البلد، يعني الموجود اللي ياكله 1.5 كيلو هو هذا. وأنت تعرف قيمة 1.5 كيلو بالسوق. نعم، مثلا من طحين أو تمن ولا. طيب. أخذ اتصال آخر. ألو ياسر المطيري. تفضل أخي الكريم.
اتصل الشيخ شو اسمه عندي اختي ما جابه اسمها تخاف على جنينها. نعم. هي تخاف محامي وتخاف على جنينها وما تصوم. نعم. طيب طيب انت تسال عن الحكم في ذلك. اي. عندك سؤال اخر؟ او عندي سؤال عن قراءة القرآن. عن ايش؟ عن قراءة القرآن. تفضل. قول لي القلد مثلا صوت وليد ابراهيم جائز لا لا؟ تقليد؟ اي صوت وليد ابراهيم. طيب تسمع الاجابه ان شاء الله. الاخ بشار من صلاح الدين. تفضل اخي بشار، تعال الهواء. نعم انا. ايه. تفضل اخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ليه زعما يدخل على قرض الاسكان الشيخ؟ هل هو حلال ام حرام؟ طيب الشيخ وين كان؟ اجاب في حلقات ماضيه لكن لا باس ان شاء الله يجيبك. طيب. حوراء من بغداد. عفوا ام حوراء من بغداد. ايه. تفضلي حوراء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رمضان كريم. امين امين. صحة وعافية يا ابي. الله يبارك، تفضلي. اسمعين من الهاتف بارك الله فيك. انا اريد اقول للشيخ والله سلمنا عليه. انا مريضة. مريضة بداء السكر، وثاني شيء عندي بسر انا. ايه. وراجعت الدكتور مرتين هاي ذيك السنة وهالسنة ما خلاني اصوم. لان انا هم واني اخذ راتب مال رعاية. ايه نعم. زين ويصير ادفع عن فلوس وانا هم ما كان بس للطبيب هاي فلوس الرعاية. بس للطبيب. ودوا هواي يعني يكلفني. يصير ادفع يعني فلوس مال صيامي؟ ما ادري يعني. طيب طيب تسمعين الاجابة ان شاء الله. عبد الله ام عبد الله من بغداد. تفضلي مع عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور يصير واحد يعني يدفع الفطرة عن والديه فاطرين يعني هم مرضى. طيب بإذنهم؟ هو بإذنهم هم عندهم راتب يعني واحنا هم عندنا راتب تقريبا نفس الراتب. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله بارك الله فيك. وبلا زحمة عندي بعد سؤال. إي تفضلي. دكتور يعني عن أسأل عن الحيض يعني دائما فترات الحيض يعني تيجي عندي من 5 إلى 6 أيام يعني فهذا 5 أو 6 أيام كلها تقطع ويعني يومين أو ثلاثة حيض عادي يعني فهذا تقطع يوم كامل أو يعني شلون تنحسب من الحيض لو ما تنحسب أصوم أصلي بهن شلون؟ الشيخ يمكن قبل قليل أفتى بهذه المسألة قال إذا كان متصل يعني يعتبر من الحيض. كنا من الصين والله إذا نتصل ما سمعنا. تمام تمام. الشيخ ذكر قال إنه إذا متصل يعتبر من الحين. ابو نور من بغداد، تفضل اخي ابو نور. بس عندي سؤال يا شيخ. تفضل اخي الكريم. ايه بس اسمع على مود السفر اذا مثلا سفر مسافه طويله يصير افطر اظل صايم يعني مسافه. طيب تسمع الاجابه ان شاء الله وان كان الشيخ ايضا اجاب على هذه المساله. طيب شيخنا الكريم كان سؤال الأخ أبو معتز، السؤال الثاني يسأل عن صلاة الخوف، كيفية صلاة الخوف اللي وردت وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم. هذا كانت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم إذا تطلب الموقف أنه وقت الصلاة ما يأمنون أن يثوري واغتوهم شيء، هل يصلون فرادى أو جماعة أو كيف؟ فهنا الفقهاء ذكروا أشياء من حالات التي حصلت للرسول صلى الله عليه وسلم حينما يكون الناس اتجاه القبلة هكذا والعدو أيضا هكذا، قال لا مانع أن يصلوا خلف الإمام فإذا اقتدوا بي فحينما يركع يركع جزء منهم والجزء الآخر يظل باعون يرفع من الركوع وينزل للسجدتين فإذا قام إلى القيام ذولاك يكملون الركوع والسجود. ليش؟ لأنه ما يصير تبقى الجبهة خالية ما حد يراقب. أما لا. إذا كانوا في غير جهة القبلة قال يقسمهم قسمين يبدأ بالصلاة بجزء من الجنود والجزء الآخر العدو بغير جهة القبلة ماسكين المراصد مالهم. نعم. فإذا صلى ركعة وبدأ بالثانية يطيل القراءة هم جماعة هذولا
يسرعون ويكملون الثانية ويفارقون الإمام ويروح يلزمون خفارة، ذولاك يجون يقتدون بيه بالركعة الثانية، فإذا سلم هم يجيبونها الركعة اللي باقي عليهم كالمسبوقة. لكن هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ليش؟ لأنه الناس ما تقبل أنه أنت تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي خلف فلان أو وحدي. أما الآن الوضع غير شكل، والقتال لا بالصورة الذي كنا نعهدها ولا بالسيف والرمح ولا بقوة ذراع حتى، إنما هي أزرار وفد إيش لسان بسيط بصبعة يقول حركة اسمها، أو زر يضرب الطائرة وتقذف البلايا كلها. فكل وقت في ما يناسبه، والله قال فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا كانت صلاة الجماعة تأثر على الجيش قال كل واحد يصلي بمكانه. بقولكم شيخنا الكريم الأخ أبو أحمد من بغداد، سؤال حقيقة سؤال يعني مهم، يقول حدث خلاف بين أمي وزوجتي، فالخلاف استمر إلى أن زوجته خرجت إلى يعني في مكان آخر، خرجت من البيت. يقول أنا والدتي وضعها تعبان يعني ما ترتاح إلا يمه، وأخوته ما يريدوها. نعم لا لا عفوا شيخي، هو يقول أخوت بس أخي، ويقول ما ترتاح وياه لأنه مرتاح نفس هذه الشاودات بيناتهم. نعم ما يريدها العجوز. هي تقول أنه أنت تركتني وأنت ظالم إلي وأنت كذا. تقول لمن؟ الرجلها. الرجلها لا، هو خليه ينام بها. أول شيء هو ينبغي أن لا ينسى أنه هو صاحب إدارة، يعني هو صاحب قوامون على النساء، يعني معناتها الإدارة يمه، والإدارة ليست ظلم ولا تحكم، إنما هي إقناع ودهاء وإفهام وتفهيم. يعني هو بقدر ما ينال حق منها وهي أيضا بقدر ما تنال حقها منه، ينبغي أن تراعي شعوره، لا تخلي بين نارين، نارها ونار أمه. والله جل وعلا إذا أراد وفقه هي أيضا ينالها سعادة، وإذا أراد ينتكس بسببها هي جزء من الإثم عليها أيضا. نعم. ثم هناك الأيام دول، من سره زمن ساءته أزمانه، هي الآن متونسة وكذا، يمكن الله يسلط عليها ولدها ويزوجون نساء أخريات بحيث خلف الله على عجوزها بالنسبة لهذول، وخلف الله على هذا بالنسبة وياه، بالنسبة لشناينش أنت اللي راح يجنش، شو راح يعملنش معاملة؟ فيعني كما تدين تدان، فخلي تتقي الله. وإذا هي فعلا وفية لزوجها ليش تخلي فيه محنة؟ قول أنا ما أقدر. ليش تقبل بيتنا. ليش تقبل أنه يكون عديم الوفاء؟ هو ويا أمه ما وفى، وياش يوفي؟ يعني هو إذا الله ما يريد يثبته وهي تصير عندها عقل ودهاء، تقول له أنت أمك ضربتها على الحائض، أنا أمتى ما أخالف إرادتك أيضا يطلقني أمك؟ ممكن لو لا؟ قال ممكن. فينبغي أن تكون عندها إنصاف، ينبغي أن تنظر المستقبل، ينبغي أن تنظر بأنه هي لو كانت أما وليس لها إلا هذا الولد ترتاح منه، وعندها أولاد آخرين نساهم كالسموم، هي مباشرة هم راح تتعامل نفس المعاملة. فينبغي أن واحد يقول يعني بعيد وينصف. هو السؤال شيخ تقول أيضا، يقول إذا تركتها أنا هل أعتبر ظالم لها؟ لا مو ظالم. نعم. هو إذا جاءها حقها وغذائها وسكنها هي خرجت، لم يأمرها بالخروج، وكلامه وياها ما خرج عن المعتاد، هي اللي خرجت وبدون إذن، هذا سوء منها، سوء تصرف. وطبعا أهلها ينبغي أن لا يشايعوها على الباطل، ينبغي أن ينظرون بعيد ويشوفون هاي الدلال مالها أكثر من اللازم، وتوقع الرجل في محنة، وهم أيضا عندهم نساء وعندهم شناين وعندهم عجائز. فينبغي الإنسان اللي يريد يصلح ينظر بعيد وشوية يتنازل. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم على هذا التوجيه المبارك. الأخ أبو قاسم من بغداد يسأل، يقول عن ما هو حكم التعامل مع المصارف الإسلامية واستلام الأرباح الفصلية أو السنوية؟ على أي حال المصارف الإسلامية إذا كانت كما أعلمه يعني أنه شركة مساهمة تجمع رؤوس أموال. نعم. دكتور أزهى أيسر عنده 5 ملايين، السهام مالاته 5 ملايين، فلان 1 مليون، فلان 10 ملايين، فلان 20 مليون. فإذا هناك شركة مساهمة
بالأسهم، فلما تصير أرباح الأرباح تقسم على رؤوس الأموال كل واحد بنسبته. نعم. وإذا صار خسارة أيضا بنسبته. نعم. فهذه المصارف إذا كان بهكذا يعني إذا كان بهكذا تعامل جائز. نعم. وأنا أمس يعني أتكلمتها وأسأل أقولها أيضا، يعني كان في التسعينات أو في بداية التسعينيات لما الوضع شوية ارتبك ماديا والدينار هبط حيل، وأصبح يعني كثير من الموظفين صعب أن يمشي أيامه، فكان هناك تجار من الأخيار ومعظمهم شباب، ولكنه عند بصيرة نافذة وعقلية جدا نيرة، فكان يجي على أصدقائه وجيرانه قال له أبو فلان يا مك 300 دولار، ذكر مك 300 دولار قوية جدا، قال له خير شلك بها؟ قال له أنا أعرف راتبك كذا وضعه كذا كذا، قال له إيه؟ قال له والله إحنا عندنا الآن شركة ده نشتغل بها، نأخذ 300 من هذا وهذا 200 وذاك 400، وهاي بيها أرباح تجي رأس الشهر كل واحد يجي نصيبه. وأكو بعض الناس بصراحة عفيف جدا، الربح موشي إحنا نضيف وياه بدون ما نقول له ولا أحد يدري، حتى تبقى هيبته ومكانته أنه هو مدى يأخذ صدقات، إنما مساعدة ومشغلي له فلوسه. وفي يوم من الأيام جاني وكان يقول لي هالكلام، قلت والله الحمد لله الحال، ذاك الوقت أنا في جامعة بغداد يمكن أو إيه تابعين، لا طلعنا إلى الأوقاف المعهد العالي، قلت ماشي الحال الحمد لله، ووضعي مو بس على الراتب إحنا مزارعين وعندنا شغل. فقال يعني انطيته 300 دولار والله يمكن 300، فبقت ماشية. بعد يوم ضاقت الأمور سياسيا وكان أطلع من العراق وأروح إلى الخارج، هو سوالي فيزا الله يجزي خير يعني هو أصحاب أعمال، اشتغلت في إحدى دول الخليج، رأس الشهر لما يصير الراتب وين ودي أنا يعني؟ خليت العيال والأطفال بغداد يكملون السنة الدراسية، الباقي زايد من الفلوس خليته عنده ويا 300 دولار الأوليات، بس صار إنه أكثر، وكل ما أقبض راتب أخليه يمه. بالتالي بعد مرور 6 سنين يلا من رجعنا صار احتلال، رجع قبل الرجوع على الاحتلال بشهر شهرين أنا أذكر بالشهر كان يجيني أرباح 1000 دولار ما شاء الله، في حين رأس المال ما واصل 40,000، يبقى 40 قريب 40,000 أرباحها فقط 1000 دولار يجي، فلذلك هذا مو ربا هذا أرباح. نعم. لا بأس به، جزاكم الله خير. أنا أتمنى أن التجار والأغنياء الأذكياء يعملون مثل هذا حتى ينقذون الناس من جهة ويخلصوهم من الربا، لأن الحكومة هداها الله تعالى مغرمة بالقوانين اليهودية والصندوق النقد وغيره، فما يتركون الربا، لكنه والله لو تركوا الربا لتحسن حالهم. وسأتصور الآن تركيا يعني كثير من المنصفين أحس بأن رفض الربا والتعامل بشكل آخر إسلامي هو أكثر ربحا وأبعد عن الحرام. أي نعم. طيب خير إن شاء الله. هل بقي وقت عندنا كم سؤال؟ إيه ليش لا. طيب الأخ المخرج يشير إلى أنه يعني انتهى الوقت، إن شاء الله تعالى نجيب على بقية الأسئلة يوم غدا بإذن الله عز وجل. مشاهدينا الكرام باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ أحمد حسن الطاهة على إجابته على الأسئلة، وإن شاء الله تعالى يجيب على باقي أسئلتكم في لقاء قادم يوم غد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.